ضحى عنوان أطلقه الكاتب حسين ياسين على إصداره الأدبي الأخير، وفي أمسية جمعت بين ثلة من الأدباء والشعراء والمثقفين إضافة إلى القراء والمتعطشين للأدب، تم توقيع الكتاب في مقهى ليوان الثقافي. الرواية ضحى اللي كانت الليلة الأمسية لها تحكي قصة ثلاث نساء في القدس، واحدة الأولى اسمها الثانية روسية، والثانية اسمها ضحى اللي هي عنوان الكتاب، عربية فلسطينية من سكان الطالبية قبل 48 وبعد التهجير، واللي هي الحالة الفلسطينية عمليا. والمرأة الثالثة والأخيرة هي ماريا تريز ألمانية من جماعة التمبلرم اللي إجوا واستوطنوا بهاي البلاد انتظار للمسيح. كلهن الثلاث اللي بجمعهن الخيمة الأدبية في خدمة القضية الفلسطينية وخدمة أدبنا الفلسطيني. تدور أحداث الرواية حول ثلاث نساء، الأولى تدعى تانيا أصولها روسية، أما ماري تريز ألمانية، والثالثة والأخيرة هي فلسطينية وتدعى ضحى. هذا ويجمع الأدب فيما بينهن لخدمة القضية الفلسطينية. اللغة جميلة وسهلة، من السهل الممتنع، انسيابية وشاعرية ومشوقة جدا، وبتدل على معرفة أو إلمام الكاتب بالأدب وعدم إقحامه واطلاعه على الأدب الروسي والأدب العربي بشكل جيد جدا، واستغله هنا لأسلوب الرواية اللي كتبها. رواية ضحى هي رواية تاريخية اللي أخذ التاريخ كركيزة متخيلة للواقع الفلسطيني اللي بتدل على الاغتراب داخل الوطن. تجدر الإشارة إلى أن الكاتب حسين ياسين قد ولد في عراب البطوف الجليلية، وكان قد صدر له رواية مصابيح الدجى ورواية علي رجل مستقيم التي صدرت في العام المنصرم، وتناولت تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين وتتوحد مع الحالة الفلسطينية.